خليني هنا ارحب وبشده بالاستاذ حسام الجرحي نائب رئيس هيئه السلع التموينيه. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير، تحياتي يوسف بيك وتحياتي للمشاهدين. تحياتنا ليك يا حسام بيه. معلش المذيع يوسف ده طول حبتين، بس يعني انا بعتقد انه في حاجات لازم تتشرح كويس للمواطن، واحيانا كتير ناس بتقعد تعبث بذاكرة المواطنين فبينسوهم ماضي ويحاولوا كمان يطمسوا على حاضر اعتقد ان احنا نراه بشكل او باخر اكثر جودة بكتير من اللي فات. كفيت وفيت وبمقدمتك وبمداخلة الدكتور احمد، واحنا عايزين بقى هنا يعني نستكمل بالمزيد من الايضاحات ونستكمل بالمزيد من الحقائق والارقام، وخير من يحدثنا حسام بالجراحي. الله يبارك في عمرك. انا عندنا التكلفه بتاعت رغيف العيش وصلت لجنيه وربع، وبالتالي التكلفه دي طبعا ليها اسبابها، ومن ضمنها ان في الموازنه العامه للدوله اللي تم اعدادها لغايه قبل مارس كانت التكلفه محسوبه على 1600 جنيه اردب القمح. هناخده من المورد اللي هو المزارع والتاجر اللي بيورد القمح المحلي للجهات التسويقيه. في شهر ابريل تم رفع سعر الاردب بالمزيد من الاقماح المحليه لسعر 2000 جنيه للاردب، وده كان خارج الموازنه. بالتالي كان لازم من اتخاذ مثل هذا الاجراء بالفعل العدد المستفيدين من دعم الخبز من 1/7/2023 حتى اليوم، والرقم ده دقيق وليس على سبيل التقريب، هو 89,135,000 رغيف عيش تم تسليمهم للمستفيدين من منظومة الدعم الخبز حتى هذا اليوم. 89,135,000,000، والرقم ده بنهاية 30/6 هيوصل لل 100 مليار رغيف عيش. مصر كل يوم اليوم الواحد بتدفع 274,000,000 جنيه قيمة العيش المسلم للمستفيدين في اليوم الواحد من منظومة الخبز المدعمة. فبالتالي المواطن بيدفع 5 قروش في رغيف العيش. لاستمرار ان انا احافظ على جودة رغيف العيش اللي بيستلمه المواطن اللي هو محدود الدخل ومستحق الدعم، كان لابد من النظر في هذا المبلغ للاستمرار في الجودة ولترشيد عملية الدعم وإعادة توجيه المبالغ الدعم لجهات أخرى تستفيد بهذه المبالغ. بالتالي تم اتخاذ قرار دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء باليوم ان يتحرك السعر اللي يتحمله المواطن بدل من 5 قروش يصبح 20 قرش، وتستمر الدولة في دعمها للرغيف العيش الواحد بقدر قيمته 105 جنيه و5 قروش الصافي بعد ال 20 قرش اللي هيدفعهم هيتحملهم المواطن. وبالتالي يبقى عمليا الدولة هتستمر في تقديم 105 مليار جنيه دعم. مظبوط كده، سنويا هيبقى في 105 مليار جنيه دعم، وبقاء منظومة الدعم الخبز كما هي تماما بدون أي تغيير. بنفس عدد المستفيدين. بنفس عدد المستفيدين. بنفس كمية العيش اللي بيتصرف لكل فرد. بالظبط كده، اخذا بالاعتبار ان في جهات رقابيه بتقوم من وقت للاخر بتنقيه الجداول المستفيدين، اعداد المستفيدين بالتنسيق مع جهات كتير زي مثلا التامينات والمرور والسجل التجاري، مصلحه السجل التجاري، كل ده بيساعدنا في تنقيه للتاكد من ان اللي بيتلقى الدعم هو حقا يستحق هذا الدعم. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 استاذ حسام الجراحي نائب رئيس هيئه السلع التموينيه. طيب.